خلاف جديد أو ما يشبه الخلاف القديم بين محمد صلاح ومنتخب مصر، وبالتحديد مع المدير الفني الجديد للمنتخب حسام حسن. اسم صلاح في قائمة فريق الفراعنة لمعسكر ودي بالإمارات، لكن نادي ليفربول معترض على استدعائه، والسبب هو أن صلاح في مرحلة تأهيل بعد إصابته الطويلة. الجمهور منقسم، والقصة ذاتها تعود، والواجب الوطني والواجب المهني أيضا. أكيد حنناقش تفاصيل هذا الخلاف، ولكن خلونا نروح مصر ونشوف رسائل الناس لصلاح على خلفية أزمة معسكر منتخب مصر. صباح الخير. تقول إيه لمحمد صلاح بعد ما طلبوا المنتخب يلعب في المباريات الودية الشهر ده ورفض ليفربول للموضوع ده؟ تقول له إيه؟ والله هو الكلام مش هيبقى لمحمد صلاح كده، هو مع إدارة ليفربول. إن محمد صلاح أنا متأكد، مع إني ما قابلتوش، متأكد إن هو لو يقدر يلعب هيلعب. أنا أقول له خليك كمل في ليفربول، لأن أنت أولاً تعبان، ثانياً أنت ما بتديش مع المنتخب المصري، مفيش حظ مع المنتخب المصري. شايفه صحته اهم؟ انا صحته اهم. فهو اكيد لو عنده القدره ان هو هيلعب ويقدر مثلا يدخل في المباريات اكيد كان وافقه، بس اكيد من الناحيه الصحيه لا، عشان كده هم رفضوا. احنا كمصريين نفسنا نتفرج على كوره ممتعه جدا، فيها شخصيات زي محمد صلاح من احسن لعيبه في العالم كله. هو حلاوه اللي هو ما بيتكلمش، هو في مدير اعماله بيتكلم، المسؤولين ليفربول هم اللي بيتكلموا، هو ما بيتكلمش، ده حلاوته كده وده الصح. هو اكيد طبعا الاولويه للمنتخب، يعني ان هو قائد المنتخب، كابتن المنتخب، المفروض ان هو يلعب في المنتخب. زي ما قالوا لأكيد الأولوية للمنتخب، ولكن هنناقش هذا الموضوع. ينضم إلينا في الاستوديو زميلنا منتج الأخبار في قناة العربية أحمد فوزي. هلا وسهلا يا أحمد. صباح الخير. وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير. يعني خلينا نتكلم عن أهمية تواجد صلاح مع منتخب بلده، خصوصا في الظروف اللي مر فيها المنتخب المصري. الحقيقة يعني خلينا نبدأ معاكي بس من المشكلة الأساسية، إنه الناس في مصر شايفة إنه محمد صلاح مؤخرا ما بيأديش بالظبط، ما بيأديش بنفس الطريقة اللي بيأدي بيها مع ليفربول مع منتخب مصر. وجات المشكلة بتاعت كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، إنه ساب المعسكر ومشي بسبب إنه مصاب، والإصابة تبين بعد كده إن هي بتاخد وقت أطول، بس مش ده اللي كان مطروح. يورجن كلوب طلع في مؤتمر صحفي ساعة كأس الأمم الأفريقية واتكلم على انه صلاح هيرجع، والاصابه كانت تبان خفيفه في الاول او ان هي تقعد اسبوعين. فده طبعا عمل اثار حاله من الضيق جدا لدى المشجع المصري، لانه الناس في مصر بتحب محمد صلاح جدا، الناس كتير شايفينه قدوه، شايفينه مثل اعلى، فهو على قدر يعني على قدر المحبه بيقتل الانتقاد بالظبط. الازمه الاخيره تم تعيين مدير فني جديد لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن. والأزمة الأساسية إنه كابتن حسام في أحد هو بيحلل يعني ماتشات منتخب مصر في كأس الأمم انتقد محمد صلاح وانتقد الموقف بتاع خروجه من المعسكر، قال إن أنا لو موجود هقول له روح ومش هيرجع تاني. فأول ما تولى كابتن حسام مسؤولية منتخب مصر، الناس بدأت تربط ما بين إنه في أزمة وفي مشكلة، لأنه اتكلم على محمد صلاح قبل كده، وإنه محمد صلاح ممكن يبقى غضبان من أو زعلان من التصريحات اللي اتقالت من كابتن حسام. بالفعل مصر. يعني لماذا اعتبرها البعض عناد بسبب خلاف قديم؟ عناد من الكابتن حسام حسن؟ لا، هي الفكرة مش عناد، بس المعسكر القادم لمنتخب مصر اللي هو المفروض هيبقى في الإمارات، من حق المنتخب مصر ومن حق أي منتخب في الأجندة الدولية، لأنه هو في الأجندة الدولية تبع الفيفا، من حق المنتخب أنه يستدعي اللاعب بتاعه. طبيعي. حتى لو اللاعب مصاب، يعني الأسبوع الجاي المفروض في ماتشات لليفربول، لسه التوقف الدولي ما جاش، في ماتشات لليفربول ممكن يشارك فيها محمد صلاح. فالطبيعي جدا انه معسكر المنتخب لما الكابتن حسام حسن بعت القائمه بتاعه المحترفين كان فيها محمد صلاح.
فده طبيعي جدا انه حتى لو مصاب بيتم الكشف عليه طبيا مع المنتخب. نعم، لكن هل يحق لليفربول انها تمنع، هل لديها هذه الصلاحيه انها تمنع صلاح؟ في التوقف الدولي لا يحق للنادي باي شكل من الاشكال ان هو يمنع اللعيب من الالتحاق بالمنتخب حتى لو مصاب، بيبعتوا التقارير الطبيه وكل حاجه، لكن من حق المنتخب ان هو اللاعب الخاص بي يجيله ويكشف عليه. طب ليه منع الكلمه الاخيره هنا؟ من سيحسم هذا؟ الفيفا طبعا، يعني منتخب مصر لو صمم ان صلاح يكون موجود هيكون موجود، بس هي الفكره انه التقارير الغربيه اللي طلعت او التقارير اللي في بريطانيا طلعت كانت بتقول كلام ان ليفربول مستاء من الفكره دي. على السريع، هل تحس انه هناك تحامل او زعل خلينا نقول من الجماهير المصريه على صلاح؟ يعني اقدر اقول في بعض التحامل، ممكن يبقى في تحامل شويه، بس زي ما قلت لك هو عشان الناس بتحبه بالظبط. يعني هو الناس بتنتقد محمد صلاح، لو اي حد او اي لعيب تاني عمل القصه دي الناس مش هتنتقده نفس الانتقاد لانه مش محمد صلاح. لا، فالناس عايزه صلاح يكون موجود، ومن حق الكابتن حسام حسن ان هو يشوف اللعيب حتى ويتكلم معاه، يصفوا الخلافات اللي ما بينهم، يصفوا الخلافات اللي ما بينهم اللي اثيرت والناس بتتكلم عليها، انه ده اول تجمع للمنتخب مع الكابتن حسام حسن. فالطبيعي حتى لو صلاح مصاب ومش هيلعب الاسبوع اللي جاي مع ليفربول لان اصابته طولت عن المعتاد يعني او اللي كان معلن، انه يكون موجود كبادره لحسن النيه ولتصفيه الاجواء، لان المنتخب المصري مقبل على تصفيات كاس العالم ومحتاج انه يبقى فيه وحده صف ويبقى فيه النجم الاول بتاع المنتخب والمدير الفني بتاع المنتخب يبقوا على خط واحد وما بقاش فيهم ما بقاش ما بينهم اي خلاف. ان شاء الله ما يكون في اي خلاف. احمد فوزي، شكرا لوجودك معنا هذا الصباح. شكرا.